الجزء الأولاني بيتكلم على الهيدروكيفلس اللي هو خلينا نقول التراديشنال هيدروكيفلس اللي احنا بنشوفه كل يوم، والجزء الثاني بيتكلم على سبيسيفيك تايبس اوف هيدروكيفلس زي الكاري والداندي ووكر والهيدرانكيفالي والهوروبروزنكيفالي والشغلانه دي. فاحنا في الاول عندنا ديفينيشن للهيدروكيفلس اللي هو ووتر اون ذا برين، ميه على المخ، CSF in a dilated ventricles and increase intraventricular pressure. الهيدروكيفالوس بصفة عامة معناه إن الventricles are dilated بغض النظر هل هي due to hydrocephalus ولا due to atrophy. لكن الهيدروكيفالوس according للأشعة هو الهيدروكيفال dilatation اللي معاه increase intraventricular pressure. وبالتالي لو حصل ان ال CSF is accumulating in the ventricle ومش لاقي سكة يتصرف فيها لان في obstruction at a certain level، بيضطر يخرج بره الفنتركل في الاتجاه العكسي، ودي احنا بنسميها periventricular edema او retrograde transependymal CSF permeation. يعني CSF خرج بالمشقلب through the ventricular wall ورشح حوالين الفنتركل، ودي علامة أكيدة إن البريشر جوه الفنتركل عالي لأن ال CSF مش لاقي حتة يتصرف فيها. أيام زمان كان عندنا ساينز في الإكس راي كأن السوتشرز تبقى وايد، كأن حجم الجمجمة بالنسبة للفيس يبقى كبير جدا، كأن يكون في بلجينج فونتانيلز، ولو كان واحد أضلت شوية يبقى فيه erosion of the dorsum cilli، وبعدين يكون فيه اللي هو بيسموه the silver pattern appearance بتاع ال impression of the convolutional markings على الجمجمة. كل الكلام دوت طبعا بيت الخلاص، وبقى الشغل كله منصب على ال CT وال MR. فاحنا في طبعا في الليترشر مقاسات وارقام وجداول وزوايا وكده، لكن انت مش محتاج في معظم الاحيان للكلام ده كله. This is the normal appearance of the brain and this is the brain due to atrophy ودوت البرين due to hydrocephalus. الفرق بين الاثنين ان البرين due to atrophy بيكون الventricles dilated والكورتيكال sulci كمان dilated، اما البرين ديو تو هيدروكيفلس بيكون الفنتريكلز دايليتد لكن الكورتيكال سالسايت مسحت لان البرين از سوولن. هو ده الفرق الجوهري. بعض الناس بيقول لك لو انت قست الزاويه ما بين الفرونتال هورنز تطلع منفرجه، ولو قستها في الهيدرو في الاتروفي هتطلع برضو منفرجه، ولو قستها في الهيدروكيفلس تطلع اكيوت. كلام في الهواء يعني، ولا يعتد بيه. الأصل في الموضوع إنك أنت لما تلاقي الventricles dilated والcortical sulci dilated برضو يعني you consider this is atrophy. والأتروفي ممكن يبقى موجود في الصغار وفي الكبار، لكن هو في الكبار في السن يعتبر ده normal brain aging، لكن في الأطفال بنبقى عندنا تحفظات شوية على الموضوع. نقطة مهمة جدا لازم حضراتكم تعرفوها، ان الطفل لما يتولد لحد لما يكمل سنتين بيكون المخ اصغر من الجمجمه، وبالتالي بيكون الventricles dilated والcortical sulci بتكون dilated، ودوت بيتكتب كتير جدا في التقارير على ان هو atrophy which is wrong and this is normal finding في البيدياتريك ايج اللي تحت سن سنتين لحد لما يكمل سنتين، زيه بالظبط زي المايلينيشن بتاع الوايت ماتر. we accept that the ventricles and the cortical sulci in the child before 2 years of age على ان هم يكونوا widened، هم الاثنين ال ventricles وال cortical sulci طالما الكلينيكال بيقول مفيش حاجة. وعشان كده الناس اللي بتكتب اتروفي بتخض الولد بتخض عيلته طبعا كلها، اقول لك روح ترجمها ويقول لك عنده ضمور في المخ، يعني هيطلع متخلف، يعني المدرسه، يعني and this is absolutely wrong. الطفل لحد سنتين مخه بيكون صغير لحد لما يملى الجمجمه بعد كده. ليه بقى للهيدروكيفلس؟ احنا عارفين ان اللي بيطلع السي اس اف هو الكرويد بلكسس اللي هي موجوده في الفنتركلز،
والكرويد موجودة في جميع الفنتركلز، يعني في الثيرد واللاترال والفورث، لكن الكبيرة اللي فيهم اللي هي عليها كل الشغل هي اللي موجودة في اللاترال فنتركل. وبالتالي السي اس اف بيتفرز بالكرويد بلكسس مينلي ان ذا لاترال فنتركل، بعدين يخرج منه عن طريق الفوريمن اوف مونرو يروح الثيرد، وبعدين يخرج منه عن طريق الاكويدكت اوف سيلفياس يروح الفورس، وبعدين يخرج منه عن طريق الاوتلت فورامينا بتاعه الفورس فنتريكل، جزء منه بينزل ان ذا سباينال كانال في السيرفايكل، وجزء منه بيلف حوالين السيرفيس اوف ذا برين، واللي بيلف حوالين السيرفيس اوف ذا برين بيمتص عن طريق الاراكنويد فيلاي وتكبه في الفينس ساينسز، يعني تشفطه وتحطه في الفينس ساينسز بالذات ذا سوبيريور ساجيتال ساينس، وبعدين يتفرز غيره. المعدل اليومي لفرز السي اس اف نص لتر في اليوم، وده هو بيسيركليت حوالين المخ يغسله وينظف الهباب اللي عليه وكده من العوادم والخلافه، وبعدين ينزل في الفينس ساينس. يفهم من هذا ان لو الفين مقفول يعني البلاعه مسدوده لازم يحصل هيدروكيفالس، and this is one of the causes اللي احنا ما بناخدش بالنا منها ان يحصل ديوراساينس روموزس. فالسي اس اف ما فيش بلاعه بيتحوش ويبتدي يحصل بعد كده هيدروكيفالس. عندنا نوعين من الهيدروكيفالس، واحد اسمه اوبستراكتيف وواحد اسمه نون اوبستراكتيف. الاوبستراكتيف هو اللي انت سديت المجاري بتاعه السي اس اف باي طريقه إن كانت زي ما هنقول دلوقتي. اما النون اوبستراكتيف كل المجاري مفتوحه ولكن طلع تيومر في الكورويد بيفرز سي اس اف. فلما يطلع كورويد بلكسس بابلوما او كارسينوما بتفرز سي اس اف كتير اكتر من قوه استيعاب البلاعه. السي اس اف هيتحوش في الفنتريكلز ويحصل نوع من الهيدروكيفلس اسمه نون اوبستراكتيف هيدروكيفلس. يبقى عندنا واحد اسمه اوبستراكتيف وواحد اسمه نون اوبستراكتيف. الاوبستراكتيف هيدروكيفلس مقسوم الى جزئين، واحد اسمه كوميونيكيتنج وواحد اسمه نون كوميونيكيتنج هيدروكيفلس. النون كوميونيكيتنج هيدروكيفلس هو الاوبستراكشن ثرو ذا فنتريكولار سايكل، يعني حاجة قفلت حتة في الممرات ما بين الفنتريكلز، لكن الكوميونيكيتنج هيدروكيفلس قفلنا الحتة خارج الفنتريكلز اللي هي على السيرفيس اوف ذا برين اللي هي منطقة الاراكنويد فيلاي. لو قفلنا الاراكنويد فيلاي دمرناها بسب اراكنويد هيموريج بانفكشن باي حاجة مش هتمتص السي اس اف، السي اس اف هيتحوش دوت اوبستراكتيف برضو ولكنه كوميونيكيت. نيجي للان كوميونيكيتنج اللي هو البدايه فيه عند الفريمن اوف مونرو اللي هو بيصرف السي اس اف من اللاترال يوديه على الثيرد. لو الفريمن اتسد يونيلاترال يعني واحد بس اتسد والتاني مفتوح، الفنتريكل اللي الفريمن بتاعه مفتوح هيكون اوف نورمال سايز، لكن الفنتريكل اللي الفريمن بتاعه اتسد هيكون دايليتد، and this is اسمه unilateral foraminal stenosis. اي stenosis في الحاجات ديت اول حاجة فيه بالذات في الاطفال ان يكون congenital، يعني طالما انت مش شايف lesion، لكن في lesions كتيرة بتعمل كده كأن tuberous sclerosis كأن يكون فيه colloid cyst، اي حاجة من الحاجات تقفل foramen لوحده. and this is unilateral foraminal stenosis on the right side. The right ventricle is dilated لكن the left ventricle is not dilated. وطالما احنا مش شايفين lesion يبقى دوت unilateral foraminal stenosis او يعني congenital narrowing of the foramen. في بعض الاحيان بيكون في tumor في البرين والtumor دوت عمل mass effect وراح ودى الventricle الناحية التانية. الventricle بتاع الناحية التانية ملوش دعوة بالموضوع لكن بيبقى dilated. بيبقى دايليتد بسبب ان الفوريمن بتاعه بقى كينكد، يعني هو كان واقف عدل كده لما راح الناحية التانية الفوريمن اتلوى، فلما الفوريمن اتلوى ما بيصرفش كويس فالفنتريكل اللي ناحيته بيبقى دايليتد، and this is unilateral
فورامينال ستينوزس بس بسبب ليجن من الموجودين في البرين. الكولويد سيست اللي هو اشهر سيست موجود في البرين بمكانه اللي هو ميد لاين انتيرير ثيرد فنتريكل. هذا الليجن مهما كان لونه هو الطبيعي بتاعه بيكون ابيض سواء في الستي او في الام ار، مهما كان لونه اسود ابيض بين البنين مكانه دوت is diagnostic of colloid cyst. وعشان مكانه فهو قريب جدا من الفوريمن اوف منرو الشمال واليمين فبيسدهم فيبتدي الفنتريكلز ده هي تبقى dilated. بعض الناس اللي عندها tuberous sclerosis بيكون عندهم calcification في جدار الفنتريكل، والناس دولت ممكن يديفلوب التيومر المشهور دوت اللي هو اسمه subependymal giant cell astrocytoma. واحد مشهور قوي في التيوبرس سكليروزس بيطلع في الفرونتال هورن بتاع الفنتركل، بيطلع هنا بالظبط. فلما يطلع هنا ممكن يسد الفوريمن الشمال واليمين ويعمل هيدروكيفالوس. يبقى سواء كان كولويد سواء كان تيوبرس سكليروزس زي ده كده تيوبرس في كالسيفيكيشن في جدار الفنتركل وفي تيومر في الفرونتال هورن اسمه سب ايبندايمال جاينت سيل استروسايتوم. نيجي بقى للحاجات المشهورة اللي هو obstruction عند الأكويدكت. الأكويدكت الاستينوزيس يمثل حوالي خمس الهيدروكيفلس في الأطفال، وليه أسباب كتيرة من ضمنها congenital ما انت شايف سبب، ممكن inflammation في البرين ستيم، ممكن tumors تسد الأكويدكت. ايه اللي احنا بنشوفه في البرين؟ بنلاقي الفورس فنتريكل طبيعي لكن الثيرد دايليتد واللاترال فنتريكلز ار دايليتد بسبب ان الوصله اللي هي الاكويدكت يعني ما بين الثيرد والفورس مقفول. And this is a straightforward diagnosis. في بعض الاحيان لو عملت ساجيتال في الام ار تلاقي الفورس فنتريكل كويس لكن الثيرد دايليتد واللاترال دايليتد، ويقول لك بقى برق كويس قوي في الحته ديت لان دي مكان الاكويدكت، جايز تلاقي سيبتم، جايز تلاقي ما تبرقش. ما ايه يعني سيبتم وبلول كله زي بعضه كله والبي شنطد، ما عندناش. اللي يفرق معاك قوي هو اذا كان في ليجن باين في الاشعه، كان في تيومر او كان في انفكشن، هم دول. اما كونجينيتال بقى ملناش دعوه. And this is an example. You see the lateral ventricles are dilated, the third is dilated, the fourth is not dilated, يبقى aqueductal stenosis. نفس الحكاية في الMR. The fourth ventricle كويس لكن the third ventricle dilated واللateral ventricles are dilated. The fourth كويس, the third dilated والfourth dilated, and this is aqueductal stenosis. سواء انت بقى برقت هنا هوت ولقيت ويب ومش ويب مش هتفرق معاك. نيجي بقى لو كان في برين ستيم تيومرز زي الجليوما اللي حضراتكم شايفينها دي. And this is a big tumor affecting the bones. ده الفورس فنتريكل اتبطط by the tumor mass. وهنا منطقة الأكويدكت التيومر قفلها. وبالتالي الثيرد فنتريكل هيبقى dilated وكذلك اللاترال فنتريكلز هتبقى dilated. عندنا نقطة في غاية الخطورة اسمها late onset aqueductal stenosis، يعني واحد كبير مش طفل وعنده ما يشبه الاكويدكتال stenosis، يعني الفورس فنتريكل كويس واللاترال فنتريكلز والثيرد are dilated. If you see this finding you should have MRI for this brain تحسبا لوجود تيومر مشهور جدا في التكتم بتاع الميد برين اسمه تكتال بليت جليوما. This tectal plate glioma is not seen بالCT على الإطلاق لكنها بتبان كويس في الMRI. فلما نلاقي late onset aqueductal stenosis يعني ما يشبه الaqueductal stenosis في الأدلت then you should have MRI looking at this particular area. انتوا فاكرين طبعا في الاناتومي this is the quadrigeminal cistern، الحته اللي لازقه فيها على طول من الميد برين اسمها the tectum.
and this tectum ممكن يطلع فيه جليومه زي اللي حضراتكم شايفينها ديت، اسود في التي 1 وابيض في الفلير وابيض في التي 2، خانق الثيرد فنتريكل وعامل سوبراتنتوريال هيدروكيفلس لكن الفورس فنتريكل كويس. And this is very important to be excluded. This tectal plate glioma ما بتتشافش في الـ CT. ولو حقنتها سبغة في الـ MR ما بتاخدش سبغة. لكن عندك فرصة انك تشوفها في الـ T في الفلير وعندك شوفها في الـ T2 weighted image. لازق مباشرة في الكوادريجيمينال سيستم. And this is the literature بتاع التكتال بليت استروسيتوما. يظهر البطارية خلصت اعتقد كده. عشان البطارية تقريبا فضلت. لا ملهاش دعوة بالمكان، هو بتقطع البطارية كده. طيب هنحاول كده مستمعين. طب بنقطع طيب اقرا الكلمتين دولت عقبال ما يجيبوا البطارية. في ميكروفون تاني. ممكن نستخدم ده طيب؟ ممكن نستخدم الإيماد ده لو في سكة أو بس كمان سكة.
بعمل ضغط عالي كل الكلام ده بقى. كويس طيب عايزين نكمل بس هم راح يجيبوا بطاريه. يبقى اذا موضوع التكتل بليت جلايوما واحد من الحاجات المهمه اذا اي حد كونفرونتد بليجن عامل زي الاكويدكت بس في واحد ادلت. وزي ما قلت لحضراتكم ان التكتل بليت جلايوما صعب جدا انك تشوفها بالسي تي لان التيومر بيكون يعني مش رد على خفيف كده وما بيرضاش ياخد صبغه وقليل قوي لما بيكون فيه كالسيوم علشان تقدر تديتكت. لكن في الام ار بيبقى واضح جدا الحقيقه سواء كان في الصوره ادي تي 1 وادي الفلير ولما تحقن صبغه هو نادر قوي لما ياخد صبغه لكن في بعض الاحيان ياخد الصبغه اللي حضراتكم شايفين. يبقى اذا احنا خلصنا الفورامينال وخلصنا الاكويدكت دلوقتي هننتقل الى الفورس فنتريكل. الفورس فنتريكل ممكن الفورامينا اللي بتخرج السي اس اف تتسد فيبقى اسمها اتريزيا اوف ذا اوتلت فورامينا او يطلع تيومر في البوستيريو فصه يسد الفورس فنتريكل. المنظر دوت مشهور جدا جدا في مستشفيات الاطفال اللي هو بيكون فيه الفورس فنتريكل كوره كبيره جدا والثيرد واللاترال فنتريكل. معنى كده ان المخارج بتاعه الفورس فنتريكل بتاعه السي اس اف مسدوده اللي هي الاوتليت فورامينا عشان كده التشخيص بيكون اتريزيا اوف ذا اوتليت فورامينا. لابد ان الفورس فنتريكل يكون كوره علشان نعرف نشخص الاتريزيا. This is the difference between aqueduct and atresia. الاكويدكت الفورس فنتركل بيكون نورمال لكن في الاتريزيا الفورس فنتركل بيكون كور زي ما حضراتكم شايفين. And this is atresia of the outlet foramina. الفورس كبير والثيرد واللاترال فنتركلز. دوت مثال تاني atresia of the outlet foramina of the فورس فنتركل. الفورس فنتركل كبير والثيرد واللاترال فنتركلز كبار. نيجي بقى التيومرز اللي في البوستير فصة وهي كثيرة في الأطفال أشهرهم طبعا اللي بين دايموما وبتطلع جوه الفورس فنتركل بتسده. المدلو بلاستوما بتطلع ورا الفورس فنتركل بتسده. الأستروسيتوما بتطلع في السيريبيلم وبتكروتش على الفورس فنتركل وتبططه وبالتالي بيحصل سوبرا تنتوريال هيدروكيفلس والثيرد بيبقى دايليتد واللاترال فنتركلز بتبقى دايليتد. نيجي بقى للأوبستراكشن خارج الفنتريكلز يعني في السب أراكنويد سبيس يعني عند الفيلاي اللي هي بتمص السي اس اف وتفضيه في الايه السبير ساجيتال ساينس. هما دولة الأسباب يا إما يحصل التهاب في المننجيز بيزل مننجيتس سب أراكنويد هيموريج ميتاستاسيز في المننجيز أو الساينس يتسد الديورال ساينس اللي هو السبير ساجيتال بالذات اللي هو البلاعة الرئيسية يحصل فيها انسداد. أشهر واحد وأسهل واحد هو السب أراكنويد هيموريج. لما تعمل سي تي برين وتلاقي المناطق اللي فيها سي اس اف بدل ما هي سودة بقت بيضة معنى كده إن فيها نزيف. And this is diagnostic of sub أراكنويد هيموريج وهو الذي أدى إلى dilatation of the whole ventricles. الفورس والثيرد واللاتر. السؤال ايه الفرق بينه وبين الاتريزيا؟ الاتريزيا الفورس فنتركل كورة لازم يبقى كورة. اما في الاوبستراكشن خارج نطاق الفورس فنتركل الفورس فنتركل is dilated ولكنه maintaining its normal configuration يعني شكله الفورس فنتريكل الطبيعي بالريسيسز بتاعته بكل حاجه لكنه منفوخ شويه.
لان الحاجات اللي حصلت في السب اراكنويد سبيس يستحيل تدمر كل الفيلاي، لازم هيكون في شويه شغالين، وده اللي بيخلي الهيدروكيفلس مش سيفير قوي زي بتاع الاتريزيا اوف ذا اوتليت فورام. And if you see the CSF spaces are dense في السي تي، معنى كده ان فيها نزيف، معنى كده ان في سب اراكنويد هيمرج، وهذا هو السبب في الهيدروكيفلس. And this is the sequelae اللي هي بتحصل في الكوميونيكيتنج هيدروكيفلس، سواء الديورال سينسز اتسدد، سواء في بالمونري هايبرتنشن، يعني في انكريز ان ذا بلاد بريشر في البالمونري سيركيوليشن بينهبت الفينوس ريتيرن، ودوت احد الاسباب بتاعه الهيدروكيفلس. او سكال بيز ابنورماليتيز بتضايق التصريف بتاع السي اس اف من الاوتلت فرامينا، كل دوت بيخلي الفنتريكولار سايكل از دايليتد. لما تبص على البرين هتلاقي الفورس فنتريكل دايليتد لكنه لسه بشكله الطبيعي، الثيرد از دايليتد اند ذا لاترال فنتريكلز ار دايليتد. ذس از نون از كوميونيكيتنج اوبستراكتيف هيدروكيفلس. And this is another example. The fourth ventricle is big, the third is big, and the lateral ventricles are big. And this is communicating hydrocephalus. من أشهر الأسباب المينينجيتس. المينينجيتس بتدمر الأراكنويد فيلاي. والفرق بينها وبين السب أراكنويد هيمورج زي ما قلت في الأول، الإنفكشن محتاج صبغة والتيومر محتاج صبغة. فلما تحقن صبغة وتلاقي إنهانسمنت في المينينجيز، تلاقي المينينجيز واخدة صبغة، تعرف ان this is meningitis. لكن الثاني الهيمورج من غير صبغه، كل حاجه بتكون بيضه، فتعرف ان فيه هيمورج. ده من اكتر الحاجات اللي بتعمل meningitis بالذات في المنطقه بتاعتنا هو التي بي. فلما تلاقي بعد لما تحقن صبغه تلاقي كل السي اس اف سبيسز ار انهانسينج، واخده كونتراست ميديا، معنى كده ان فيه meningitis، وهذا هو السبب بتاع الدايلاتيشن بتاع الفنتريكلز كلها والرشح بتاع السي اس اف حواليها. Then بعد لما الامور تهدى ويتم علاج البنينجايتس ويتم علاج الاركنويد هيموريج، يتبقى فنتريكولار دايلاتيشن زي ما حضراتكم شايفين. في هذا الوقت ممكن يسموه ارستد هيدروكيفلس، او ينفستيجيت المريض جاله ايه قبل كده في الفتره اللي فاتت عشان يعرف السبب. ولكن طبعا عارفين دلوقتي في كذا طريقه نعرف بيها اذا كان ده شغال ولا وقف على كده، بان احنا نعمل سي اس اف فلوميتري عن طريق الام ار اي، ونقدر نعرف اذا كان المريض هيستفيد من الشنط ولا مش هيستفيد. عندنا نقطه بقى مهمه جدا وهي منتشره قوي في الكلينيكال براكتس، بس احنا غالبا ما بنعرفش التفسير بتاعها. عندنا شخص عنده أكويدكت ستينوزيس، ركبنا له شنط تيوب والشنط عملت شغل كويس وفضت اللاترال فنتريكلز. بعد فترة ابتدى المريض يشتكي من السيمتومز بتاعة الهيدروكيفلس، عملنا له سي تي برين، لقينا الفورس فنتريكل كبير جدا 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 واللاترال فنتريكلز كويسين. ايه اللي حصل؟ ان الاوتلت فورامينا بتاعه الفورس فنتريكل اتسدت بانفكشن بتروما باي حاجه، والفورس فنتريكل جواه كورويد، والكورويد بتفرز سي اس اف، والسي اس اف ما يقدرش يطلع فوق عشان الاكويدكت مقفول، وما يقدرش ينزل تحت علشان الاوتلت اتسدت. بيسموه دوت ترابد فورس فنتريكل. هذا التراب فورس فنتريكل بيشتغل زي البرين تيومر بالظبط، ويعمل سيريبيلر مانيفستيشنز زي السيريبيلر تيومرز بالظبط. والحل فيه انه يتحط فيه واحده شنطه تيوب، يعني هنا هو كده. And this is frequently seen in the clinical practice. دوت عيان عنده اكويدكت وحطينا فيه شنط، والشنط من ضمن الكومبليكيشنز بتاعتها بتاعت ايام زمان انها تعمل سب ديورال هيماتوما زي ما هنقول لحضراتكم بعد كده. لكن في الفولو اب الفورس فنتريكل كبير جدا وبيرشح سي اس اف حواليه، معنى كده ان السي اس اف مزنوق جواه مش عارف يروح فين ولا يطلع فوق ولا ينزل لتحت. And this is what we call trapped force ventricle. And the presentation is exactly similar to cerebellar tumor.
نيجي بقى لنقطة خلافية ما بيننا وبين الجراحين وكل الكلام دوت، اسمها نورمال بريشر هيدروكيفلس. التعريف الأصلي بتاع الهيدروكيفلس إن البريشر عالي جوه الفنتركلز، لكن لما تقول نورمال بريشر فأنت بتناقض نفسك. الهيدروكيفلس دوت لو كان نورمال بريشر ما يبقاش هيدروكيفلس، ولكنه مش أتروفي، لأن المنظر في الام ار او في السي تي بيطلع لك الفنتريكلز دايليتد بس الكورتيكال سالساي لا. واحنا قلنا يا اما الفنتريكل يدايليت والكورتيكال سالساي معاه يبقى اتروفي، يا اما الفنتريكل يدايليت والكورتيكال سالساي تتمسح يبقى هيدروكيفلس. لكن لما الفنتريكل يدايليت والكورتيكال سالساي تفضل زي ما هي، and this is what we call normal pressure hydrocephalus. وهذا الهيدروكيفلس مشهور قوي في الناس الكبار في السن، وبيبقى مصحوب في بعض الأحيان بديمنشيا وبعض اليورينري ديستربنسز زي الانكونتنس وحاجات زي كده. الناس دايما بتدور على سبب معين لهذا الموضوع، وبتشوف الكرايتيريا اللي بتقول ان المريض دوت هيستفيد من الشنط او مش هيستفيد من الشنط تيوب. فاحنا عندنا العلامات بتاعت النورمال بريشر هيدروكيفلس، نمرة واحد ان الفنتريكلز ار دايليتد لكن الكورتيكال سالساي نورمال. زمان قوي كانوا بيسموه دوت سنترال برين اتروفي، بطل الترم دوت سنترال برين اتروفي. بعدين بيري فنتريكولر اديما، لو حصل ان السي اس اف رشح حوالين الفنتريكل يبقى خلاص مش نورمال بريشر، يبقى هاي بريشر دلوقتي ما يبقاش نورمال بريشر. وبعدين increase flow in the aqueduct. بص هنا ديت المنطقة بتاعت الأكويدكت. الأكويدكت المفروض فيها CSF، وCSF في T2 بيكون أبيض، صح ولا إيه؟ طيب لما CSF في T2 يكون أسود معناه كده إن الفلو عالي، زي ما يكون vessel بيجري، CSF بيجري جامد جدا في الأكويدكت. كل الحاجات اللي بتجري بتطلع سودة في T1 والT2 لأن ما بنلحقش نصورها، وبالتالي لما يكون الأكويدكت سودة في T2 معنى كده إن فيها هاي فلو، والهاي فلو دوت أحد العلامات اللي بتستوجب إن المريض دوت يبقى شنطد. بعد كده upward bowing of the corpus callosum، تلاقي الكوربس كالنوزم بقوص كده هوت لفوق. دولت العلامات اللي هم بيقولوا إذا كانت موجودة عند المريض يبقى هيستفيد من الشنطة، لو ما كانتش موجودة يبقى الشنطة ملهاش لازمة. نمرة واحد إن الجيت بتاع المريض يكون متلخبط. نمرة اتنين bowing of the corpus callosum. نمرة تلاتة إن الثيرد فنتركل يكون كبير. نمرة أربعة إن يكون زمان كان جاله هيموريج أو إنفكشن، واللي هم قفلوا جزء من الأراكنويد فيلاي. نمرة خمسة ما يكونش عنده ولا إنفاركشن ولا اتروفيك تشينجز عشان يعرف يستفيد من هذا الموضوع. And this is the clinical triad بتاع النورمال بريشر هيدروكيفلس، اللي هو الاتاكسيا والديمنشيا واليورينري انكونتنس. لو لقيت سي اس اف حوالين الفنتريكلز احتمال this patient will benefit from the shunt tube. اخر واحد في السلسله ديت هو نون اوبستراكتيف هيدروكيفلس، يعني كل حاجه مفتوحه ولكن في تيومر، وهذا التيومر فرز سي اس اف بكميه ضخمه. المعدل اليومي للسي اس اف نص لتر، لما يكون في تيومر بيبقى لترين ونص. 2.5 liters per day بتغرق البرين كله بالسي اس اف، وبالتالي الفنتريكلز بتبقى دايليتد زي ما حضراتكم شايفين. This is two cases of choroid plexus mameloma، وبالرغم من وجود الشنط لكن الفنتريكلز are still dilated. الكومبليكيشنز بتاعت الشنط تيوب، ايام زمان انت لما تحط انبوبه كده هوت وبعدين تعمل فولو اب تلاقي الفنتريكل زي ما هي، يبقى الشنط مش شغال عدل. وبعدين الشنط انفكشن، الشنط اصلا من البرين على البطن، اي حاجه في البطن ممكن تطلع على البرين، بريتونايتس، ما اعرفش مين، تروما، حاجات زي كده. وبعدين سب ديورال هيماتوما، وبعدين سليت فنتريكل سيندروم. انت لما تحط الشنط
اي الشنط بتاعت زمان، بتعمل صادم دي كومبريشن اوف ذا فنتريكل، يروح البرين نازف من بره، يعمل هيماتوما زي اللي حضراتكم شايفينها، وممكن تكون بهذا الحجم الضخم جدا، وممكن تكون كمان بايلاترال. ازاي تعرف ان الشنط شغاله كويس؟ لازم يكون في فيلم قديم وفيلم جديد، فدوت قبل الشنط وده بعد الشنط، يبقى شغال ولا مش شغال؟ شغال، حلو جدا، وعمل دي كومبريشن، كل حاجه تمام تمام. طيب حصل انفكشن في الشنط من تحت، غالبا بيكون جاي من الابدومين، بيطلع الانفكشن لفوق، لما يعمل يوصل الى الفنتريكل يبقى اسمه فنتريكيولايتس او اسمه ابندايمايتس، يعني الفنتريكل تحول الى خراج. الخراج بياخد صبغه من الحرف بتاعه، فحرف الفنتريكل بياخد صبغه وجوه الفنتريكل صديد، دوت اسمه فنتريكيولايتس او اسمه ابندايمايتس. ودوت مثال فظيع جدا ليه ده مكان الشنط، بتشاور عليه بالسهل. البوث فنتريكلز ار ترانسفورمد انتو ابسيسيز، انت شايف طبعا الجدار واخد صبغه وجوه الفنتريكل الصديد. الحاجة التانية دلوقتي طبعا عشان اللي هو التيوبس اللي فيها فالف وكده ما بقتش تعمل سب ديورال هيماتوم، لانك انت بتتحكم في الفالف من بره، فما تخليش يحصل صادم دي كومبريشن اوف ذا فنتريكل. لكن لو حصل ركبنا شنط تيوب ممكن يحصل هيماتوما على سيرفيس اوف ذا برين من الشمال او من اليمين او من الاثنين. And this is an example of big subdural hematoma على الناحية الشمال and the smaller one على الناحية اليمين. The ventricles are totally collapsed نتيجة ان الشنط تيوب موجودة جوه. And this is another example. You see the shunt tube, the ventricles are collapsed, and this is the subdural hematoma. It was one of the complications, لكنها دلوقتي أقل بكتير قوي عن أيام زمان. نيجي بقى لحاجة مشهورة قوي اسمها slit ventricle syndrome. لما كنا في مستشفى بوريش كل يوم نكتبه في التقرير which is wrong اللي احنا كنا بنكتبه. احنا كنا بنشوف الشنط تيوب ونلاقي الفنتريكل زي النملة، فنقول slit ventricle syndrome and this is wrong. الكتب بتقول انت حطيت الشنط علشان تعمل ايه في الفنتريكل؟ عشان تدي كومبريس ذا فنتريكل. لحد امتى تدي كومبريس؟ يعني عندك مقاس بتقول خلاص كفاية دي كومبريشن نقفل الشنط ولا معرفش؟ عندك مقاس؟ مفيش مقاس. امال ايه المعول الرئيسي بتاع ان الشنط كويسة محصلش فيها حاجة؟ الكلينيك، ان المريض ما بيشتكيش وان كل حاجة ماشية تمام وانه كله زي الفل، يبقى الشنط كده محترم حتى لو كان الفنتريكل نملة. And this is normal. امتى بقى يتسمى اسليت فنتريكل سيندروم؟ اللي بيحصل بيقول لك ان الشنط لما تقعد سنين والفنتريكل كولابس، ساعات يحصل فايبروزس اوف ذا فنتريكولار وول، يعني جدار الفنتريكل يتليف، وبعدين حصل اي مشكله للشنط فتسدت. فلما الشنط تتسد والفنتريكل جواه كورويد بتفرز سي اس اف، لكن الجدار بتاعه متليف لا يستطيع التمدد مره اخرى، يشتكي المريض من سيفير سيمتومز اوف هيدروكيفلوس، لكن لما تعمل سي تي تلاقي البرين الفنتريكل قد النمله، دوت اسمه سليت فنتريكل سيندروم. يبقى في شكوى مره من المريض لكن الفنتريكلز ار نوت دايليت، اند ذس از وات وي كول ذا سليت فنتريكل سيندروم، اللي هو الشنط اتسدت والفنتريكولار وول تليف and is no more capable of expansion، وبالتالي مع CSF هيروح فين؟ عمال يعمل symptoms إلى أن يلاقوا حل لهذا المريض. Then if you look في CT هتلاقي فيه شنط وهتلاقي الventricles نملة. إذا المريض ما بيشتكيش من حاجة and this is good. إذا المريض بيشتكي من severe symptoms زي الهيدروكيفلس بالضبط and this is what we call the slit ventricle syndrome.